برعاية نيافة المطران نيقولاس بعلبكي متروبوليت حمال الرومي الأرثوذكس، تم افتتاح المغارة الميلادية والمعرض الميلادي الثاني الذي تقيمه أخوية القديسة بربارة في كنيسة البشارة بمدينة حما. نحن بهالأيام اللي عم نستعد فيها لاستقبال عيد ميلاد السيد المسيح ذو المجد، الأجواء إن شاء الله بتكون أجواء فرح وسرور لأحبائنا وشعبنا وبلادنا، وتشعر وتعيش هذه الروح اللي تعودنا عليها دائما في الاستعداد لهالمواسم المباركة المقدسة المفرحة. حبينا بمناسبة العيد الميلاد انه نساعد الناس بهالبازار اللي هو في اسعار مبسطة، يعني ما ضمن المعقول، لا يقدروا الناس اللي ما أنا مقتدرة تشعر بالعيد وتفرح فيه، بتشوف في ميلاد المسيح وبتنزل تتسوق، والمعرض متنوع مثل ما تفضلتوا وشفتوا انه في كثير شغلات وكلها لوازم للعيد. المعرض يتضمن مشغولات يدوية ومنتجات غذائية واكسسوارات وشموع، وجميعها تباع بأسعار رمزية. نحن اليوم عم نعمل معرض الميلاد، حبينا نشارككم بأغراض من هاند ميد كلها صنع إيد. نحن كلنا اشتغلناها بكل حب، ويعني لحتى نقدم لكم إياها بهذا المعرض المميز. عقبال كل سنة يا رب. اليوم هي البضاعة اللي عنا إياها، جبنا منتج جديد وأصناف جديدة على المحل، حبينا نعرضهم بهالمعرض حلو، إن شاء الله عقبال كل سنة ينعاد على الجميع. أعمال اللي نازلة كلها من أعمال سيدات اللي مشتركين بالأخوية، هي أعمال بسيطة كلها أعمال يدوية، وإن شاء الله تنال إعجاب الجميع. مواسم مباركة للجميع، ميلاد مجيد. المعرض يستمر على مدار 3 أيام ويأتي استعدادا لاحتفالات الميلاد، حيث يقبل الأهالي على شراء الزينة لاستقبال الميلاد المجيد، آملين أن يعم الخير ربوع سوريا. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.